السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المحتوى المفيد وحياكم الله يا شباب، وكيف حالكم؟ أتمنى الكل بخير وصحة وسلامة. من سنة ساحوت والوضع الحبس خلاص، والله خلاص. الله، وجمعة مباركة على الجميع. وفصل 935 نزل بمعلومات قوية بنحاول نطرحها ونناقشها في هذا الفيديو. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ. الصراحة كثير من المراجعين حسبت اني داخل جوازات ولا مستشفى. اضحك محمد، اضحك عبدالله، اضحك. المهم، كثير من اللي يسوون المراجعات ون بيس وانا من ضمنهم، كنا نحسب ان بيج مام هي اللي بتنقذ او بتسوي فوضى في المكان، واقصد منطقة ادن، وذي الفوضى هي اللي بتكون سبب او احد الاسباب لهرب لوفي. لكن من هذا الفصل بديت اشك بالموضوع، يتضح لي ان الفوضى بتكون من داخل السجن الى الخارج، مش من الخارج الى الداخل، والاحتمالين كلهم محتمل. لكن اللي خلاني اغير رايي ان رايزو لقى خوينا كواماتسو، ويتضح لي ان رايزو مره منفجع ان كواماتسو حي. ولما رجعت الفصل 920 ما لقيت ان كواماتسو كان معاهم بعد اللي 20 سنه، لكن من الممكن كواماتسو هو نفسه الشخص اللي قابل دكتور كروكوس اللي كان مع طاقم ملك القراصنة، وشكله بعد ما مرت 20 سنة أو قرب الموعد رجع لدولة وانوكوني، لكن تم القبض عليه. والمهم في الموضوع، ليش ما تم نقله مع أخويانا الفايرفوكس كينامون ومومو والشلة؟ وهذا مربط الفرس، يبدو أننا حصلنا على تأكيد أن هنالك حدود لفاكهة الوقت لأم مونسكي توكي، وهو عدد الناس اللي يتم نقلهم عن طريق الفاكهة. اللي يخليني أقول هذا الكلام أن كواماتسو لما شاف رايزو قال أنا من الصعب علي تصديق ما أرى، تبدو كما كنت في السابق ولم تتغير أبدا. هذا دليل قوي أن كواماتسو ما كان معاهم لما تم نقلهم للمستقبل، لكن كان معاهم لما كانت القلعة تحترق قبل 20 سنة. عجيب جدا، قوة خارقة، فقط بشوك السمك يقدر يقتل جندي من الجنود. يبدو لي أن كواماتسو مستخدم لفاكهة شيطانية، وأقول كذا لأن هذا النسق اللي ماشي عليه اللي تحت أمرة أودن، وأقصد الفايرفوكس وكانجيرو ورايزو، وكلهم بيستخدمون فواكه شيطانية، وإلى الآن ما شفنا البنت إيش تستخدم من قوة، إذا كانت معها قوة شيطانية ولا لا، لكن ننتظر ونشوف. وأكمل في توقعات الفصل عن هذه الجزئية في الأخير، وننتقل الآن إلى سانجي الرجال مختفي، أقصد من جد مختفي. وأودا الصراحة فاجأني لما نخلى المسبح يكون مختلط، لكن العجوز ما فرقت معها، لكن واحد من اللي يتفرجون كأنه شينبو أو كأنه سانجي مختفي، لكن الأقرب أنه يكون شينبو. وما أدري هل بيتم عرض الأنمي بنفس الطريقة اللي تم طرحها بالشابتر، ونامل من اسمه تقول تبي تحاسبهم على اللي يشوفونه. طبعا شفنا شكل هوغورو أيام شبابه، صراحة شكله قوي، والغريب شكل شعره كأنه ناري، ربما يكون فاكهة شيطانية أو شيء من هذا القبيل. وننتقل الآن إلى كوين، مع أن شكله مدور إلا أنه يقول هذه كلها عضلات، وشكله رشيق يسوي رقصات وحركات، وكأن الكاتب أودا يلمح لوفي بيفوز عليه أو بيستخدم التانك مان ضده. طبعا الكثير توقعوا أن اليد اللي يصلحها كوين كانت الاستس كيد، لكن اللي تبين لنا من هذا الفصل أن اليد هذه هي يده اليسار. طبعا نشوف لوفي ينحاش من الحراس، لكن تم القبض عليه، لكن وبعدها نشوف تعابير وجه كوين، والصراحة ما توقعت التعابير هذه تجي من واحد مثله، توقعت أنه يكون متوحش، والتعذيب حتى الموت هو الشعار حق كوين. والصراحة شكله أسوأ مما توقعت، بمعنى أتوقع أن الشخص هذا كوين شخصيته تستمتع إلى أقصى درجة في التعذيب وابتكار الأفكار للتعذيب، والدليل على هذا أنه يقول أنا عندي الفكرة اللي بتخلي الجمهور اللي يتفرج يكون يعني يتحمس للموضوع.
من المعلومات اللي تم طرحها في هذا الشابتر واللي كانت مهمة أن الياكوزا يساعدون سكان الدولة وانكوني وهم حلفاء الجماهير. والعجيب أن العجوز تقول أن ما أحد ما أعرف إيش يفكر فيه كيشرو اللي هو الزعيم الجديد أو الزعيم الحالي للياكوزا، ومعاها حق. الرجل هذا غامض فيه غموض عجيب، يصل لعملية قتل لأجمل امرأة في وانو أمام من يحبها بدون أدنى تردد، وأتوقع أنه قوي وله جية قوية قادمة. وبما أننا تكلمنا عن شخصية قوية وتستخدم السيف، لابد أن احنا نتكلم عن زورو، أقوى سياف في وانو كوني بوجهة نظري. الرجال المنشم ذاك اللي دائما يضحك يقول أن السيوف اللي مع زورو تم يعني سرقتها، وزورو الآن يطال أرد من سرق السيوف. لا ننسى أن سيفين على الأقل من سيوف زورو تم صناعتهم في دولة وانو كوني، السيف اللي خذاه من كيونا والسيف الثاني اللي خذاه من الساموراي. وفي احتمال أن من سرق السيوف هذه أنه يعرف السيوف عشان كذا سرقها. والمهم في الموضوع أن زورو بيتعلم شيء أو شيئين من سرق السيوف، وأتوقع هذا الشيء كله بيصير في جزيرة أو منطقة كيوري. ومن الأشياء اللي تعلمناها في هذا الشابتر أيضا يعني عدم قدرة لوفي لاستخدام الهاكي بأي نوع من الأنواع، لكن أتمنى أن لوفي يقدر يستخدم الهاكي الكونكر هاكي أو الهاكي الملكي ضد الحاشية اللي حول كوين، على أساس تسهل عملية إنقاذه من رايزو ومن خوينا كواماتسو، ويتم تحرير لوفي من الأصفاد اللي عليه أو القيود اللي عليه اللي هي حجر الكيوراساكي. وبكذا نقدر نشوف يعني مضاربة عنيفة دموية بين لوفي وبين كوين. وأتمنى أن كوين ينجلد جلد إلى يعني جلد. وعلشان نعرف الفرق بين المليار وخمسمائة مليون والمليار وثلاثمائة مليون، طبعا الفرق يكون مفروض قليل لكن لابد يكون موجود. ولا ننسى عن لوفي يعني أتوقع أن أقوى من كوين بمراحل كثيرة، يعني ما في مقارنة بين كوين الصراحة، يعني كهيئة بين كوين ومثلا كاتاكوري يعني. وما نقدر الصراحة ومش مستعدين أن احنا نشوف مضاربة أو قتال حامل وطيس بين لوفي وبين كوين، لأن الصراحة يعني لوفي لابد يطلع من السجن بدون ما يسبب فوضى كثيرة أو أنه يكون تعبان أو من هذا القبيل، لأنه ممكن الحشود تجي وتصير باكب وإلى آخره. الوضع ما يسمح لوفي أنه يطلع كل أول آوت، يعني لابد يشوف مثلا لما راح تضارب مع كاتاكوري تضارب في مكان أو تقاتل في مكان الحالة خاص في عالم المرايا بدون تدخل أي أحد، ولما تدخل الأحد هذا ما كان مستحمل، يعني ما كان يتحمل لوفي في أحد يتدخل من غير الحاشية. ولا بد الصراحة يعني نشوف التطور اللي سواه لوفي ضد كاتاكوري، نبي نشوف تأثيره في المضاربة هذه يا شباب. صراحة ينف نبي مضاربة قتال جامد، نحس إن لوفي يعرف إيش يسوي، لكن أنا الصراحة ما أتوقع شيء هذا من لوفي أبدا. دائما يستهبل وينقز وينطط مش قاعد يخربط، لكن اللي احاول اقوله هذا الشيء ان احنا بنشوفه في زورو يا شباب، هذا اللي اذا تضارب او تقاتل يشفي غليلك، طلع يعني كذا تحس انك تستانس. لوفي لازم يمطط ام الهوش، يخليها سنة ونص يا عالم، مش معقول يعني. كان يمديه يطلع من البداية، واضح الموضوع ان كاتاكوري انحاش من الضربات واكتشف ان هذا يستخدم الابزرفيشن هاكي او يعني انه يتنبب بالضربات والى اخره. مفروض من البداية يا حبيبي كذا وبالدب وجلد ام الرجال وخلصنا يا حبيبي، خلنا نتحمس ليش عاد الانمي يا الله تسطيل جي الانمي طول الموضوع 70 مليون حلقة يا عالم، ما ادري انكم تشوفون نفس الشيء ولا لا. انا صراحة تحمست في اخر حلقة اللي هي لما طلع كينج كوبرا، اوف خقق، لكن طولت يا شباب مو معقول. معليش، المهم نرجع للشافتر حقنا. فما اتوقع تصير مضاربة اول اوت او قتال حامل وطيسي لنهاية يعني موت او حياة بين لوفي وكوين. اتوقع الموضوع ضربة وتانك مان، وبيرجع هذاك بيصقع في مكان بينكسر في شيء كذا وبينحاشون الشباب.
لوفي مش مستعد يعني بينحش العالم، وبيج مام بتساعد لوفي في تنحيش العالم. هذا اللي بيصير. طبعا هذه كلها توقعات. طبعا سانجي مفقود، زورو مفقود، لوفي في السجن، وهذه كالعادة المخرج دائما يستهبل ودائما يحبسهم من سنة ساحوت والوضع حبس. خلاص والله خلاص. الله. وبكذا يا شباب جينا لنهاية الشابتر، وأقيم الشابتر 6.5 من 10. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الشير والسبسكرايب. كان معاكم المحتوى